تتخيل وانت بتحضر فيديو اليوم. فيديو اليوم هيكون تحدي الاكل على حسب الحروف الانجليزيه ضد العربي. كيف عندنا التحدي عجله الحظ؟ صحيح، فكره التحدي انه يكون عندنا عجله الحظ فيها حروف انجليزيه وحروف عربيه. كل واحد هيلف عجله الحظ، الحرف اللي هيطلع له، في عندنا هنا كروت، هياخذ الكرت اللي حسب الحرف اللي طلع له ونشوف الاكله اللي هتطلع له من اول الانجليزيه والعربيه. طبعا هذه الفكره احنا شفناها في قناه منال الرسول، فحبينا انه احنا نعملها. طيب وهلا حنبدا بالتحدي، بس قبل ما نبدا التحدي لا تنسوا لايك شير سبسكرايب. خلينا نبدا في الجوله الاولى. بس مين حيبدا؟ انا في دفات حازم. يلا يحيى حمزه كبير. اسماعيل من الكبير للصغير. يلا نشوف هاد صاحبتنا. يا رب البال. لا خذ حرف بس حطه على جنب، طيب عشان انتوا ثلاثه مره واحده نبين ايش اللي هياخذوه. يلا يا اسماعيل نشوف حرفك ايش. حرف الاي. اسمي حرفي. لا مش حرفك هذا حبيبي، انت ما لك حرفك. نوب. اي حرفك حرف الاي مش اي. يلا صح صح صح. يلا يا حمزه حرف الثاء. يلا ايش تتوقعي يا هي؟ انا الوحيده اللي حرف العربي. عربي. يلا ايش تتوقع يكون بسرعه؟ ايش عندك اكله بحرف الجي؟ احكي لي. اي اكله لازم اكل. يعني اكله هو اكل تحدي اكل. انا بتوقع اندومي. جالكسي. وانت ايش تتوقع؟ اندومي. اندومي. وانت ايش تتوقع؟ مع انه اندومي ما هو بالحرف هذا، اندومي بحرف الاي. تهيألي اي هو حرفك. انا؟ انت؟ ما فيش بحرف الثاء. والله؟ ما في، دوبي فكرت مالك. والله؟ لو كان اللي في بالي يا اوبا. دور. اي حرف؟ طيب يلا كل واحد يشوف الاكله تبعته. والله انت ايش طلع لك؟ ايج بيضة. ورجيهم. جالكسي ايج توم. هو اسمه الثوم عشان كده بحرف الثاء، مو توم عشان كده ما لقيته. انا فكرت بس حلويات. لا اكل في عقاب. اكل وعقابات وحلويات مع بعض. يلا هلا هنجيب لكل واحد طبقه ياكله. يلا هيا طوب. بيضه يحيى حظه لسه في جولات ثانيه. طوب مش عارفه. هيا جالكسي صحن البيض. كويس انه ما كان بيضني، انا كنت حابه اعمل لك بيض لي بس يعني قلت ايش. يلا كم حبه؟ واحده بس. يلا اصلا انا من الناس اللي بموتوا على البيض. اصلا انا من الناس اللي بموتوا على البيض يعني لعلمكم. سكينه خايسه. قد مضاد حيوي. والله سكينه خايسه. ادي سكينه التقطيع كل امه واحده وخلص. خلينا الجوله اللي وراها. هذا انا باكل فيه مضاد حيوي. لا انت 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 ضد المضاد الحيوي. كل صفر كله. يلا هتاكلوا انا هاكلك هي هلا. لا كلي انت بزيز ما اسكع. لا انا يلا يلا هم هم هم. والله هذا الدم طلع مضاد حيوي عندي. يلا يلا للجوله. استني شوي. ما تشتروا دواء، اشتروا توم احسن لكم. ايوه يلا. يلا جولة الثانية. يلا يحيى. يا رب. مش يا حيا. طيب امسك حط الكرت قدامك. يلا يا اسماعيل. شا. نمشي فيه. حرف الشا. معروف الشا. لا مش معروفة. تقريبا. حرف البي. كيف اخذه؟ كنت اشوف الورقه هيك عملتها بشوفها. انا خايفه احكي كلمه تكون طموحاتي عاليه. ايش؟ خايفه احكي كلمه تكون طموحاتي عاليه. طيب انت ايش تتوقع؟ حرف الجي. خليني ناخذ واحد لان هيك. اسماعيل. شاورما. شاورما. بيبسي. حمزه. بيبسي. هذا حرف هذا حرف بيبسي. يلا. لا استنى ايش انت تتوقع؟ اي حاجه. ولا شيء. اي حاجه بحرف الجي. جوال.
والله حلو جناحين التحدي الاحرف بالاجهزه وباللي عن هدايا حلو جناحين جناحين نعملها بس جناحين بس يعني احنا بالانجليزي هذا انا كيف تكون طموحاتي عاليه يلا خلاص ما عنديش طب يلا. ماما صح طموحاتي عاليه واحد اثنين طموحاتك عاليه افتح شوفوا جان شاورما من شاورما الى شطه يا سلام هاي برينجرز انا طلع حمزه طلع لك برينجرز هي وانت طلع لك جيلي هاي جيلي واسماعيل شطه كيفين كيفو يلا معلقه شطه هذا برينجرز خارق سوبرمان اوه جيلي بحبه كمان هذا جيلي كل معلقة شطة يلا عشان الجولة اللي بعديها من الشطة اللي بكرهها كمان اللي بتحرق جيباها والله كب الشطة على الورق هيك معي كلها كاملة يلا العقاب ياكل العقاب بس بس لا يا ماما يلا هساعدك لذيذة هسي عندك مغص شفتوا كيف؟ لا انا انا عند جوزين بضحك عليهم عند جوزين مش جايبة اللذيذة كمان لا اجيبها انت مش جايبة النوع اللذيذ صحيح بصراحة الحظ تبعي فتح فيديو حلو اخيرا والله والله في اخر فيديوهات ولا اي ولا حظ زبالة طب كويس الحمد لله يلا يلا بعديها يا رب اطلع لي حرف الاهات يا رب اطلع لي يا رب كام حرف الكاف لا نفسي فيه كوارع يلا قا قا استنى استنى قا احطها قا 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 قب قب قرا باء لا باء لا ما عملت الصريح ما لا باء خلاص تعطيك باء باء يلا ايش تتوقع كوكاكولا كوكاكولا طيب وانت ايش تتوقع كوكو دجاجة كوكو حرف القاف حرف القاف قرنبيط قرنبيط استنى قرنبيط انت با بصل لا با بندورة بط انا بنحكي على طماطم بس مين اسمه قرنبيط خضروات من الخضروات المهم مش عارف اسم الخضروات با حرف الباء با باذنجان لا صح كده بسمع باذنجان طيب يلا افتحوا كل واحد يشوف انت بصل ليش 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 طعمه بصل ده اتصدم يا عيني ده اتصدم يا عيني ايش كيف اليوم حظ اسمعي انت ناوي تموتيني والله في اجانب ماتوا من هنا كيف انت ما عندك انت ما عندك حساسيه كيك بحكي ايش مالك كيك كيك حاس يحيى طلع له كيك وإسماعيل طلع له قرفة معلقة صغيرة معلقة صغيرة لا نبدل لأنه إسماعيل لا وحمزة بصل بصل كلكم حروف عربية هذه المرة؟ اه كلكم حروف عربية المرة اللي فاتت كلكم حروف أجنبية صح؟ حروف إنجليزية يلا هلا نروح أجيب أكلاتهم امسك الحروف يا إسماعيل اسمها عقبات يا ماما عقبات لا الحين عقاب عقبات لا اكيد لازقه في راسي اكيد كيف حمزه هاي بصل لحمزه كن مرتاح والكيك هاخذ قطعه صغيره منه من الدخل وهي الكيك هاي كيكه لا يحيى ومعلقه القرفه لا سمعه اسكى شيء في الحياه المشكله انه احنا ما بنحب القرفه اصلا بس حلوه بالبحلب ما بتحب ما بتحب اربعنا فوق 50 كيس ما انا عندي فوق 50 كيس والله انا ما بعرف كيف بتشتروه انتوا بتشتروه لا اكيد في بشتروه والله عن جد عندي قرفه كثير بس انا بستخدمه وما بحبه ماما انا اول انا اول واحد انا يلا هذه القطعه من البصل ماشي يلا انا
لذيذ وياكلوا معنا. يلا انتوا كده فضيتوا كل العقبات. حظ حلو. يلا. يلا حظ حلو. يلا اسمعي اسمعي يلا. قول بسم الله. عم يا جمال. لذيذ لذيذ على سكر على سكر. هاي التحلي. سينابول سينابول. لا لا لا. سينابول احنا بنحبه كثير، صح انا بحب السينابول. انت لذيذة والله مش هو. خذي. يا جماعة لازم احل ايش؟ يلا. لذيذة. يلا الجولة اللي بعديها اللي بعديها حرف الدية اوه اوه حرف الاو يلا حرف ال كا او سي كا انا و حرف الما يلا ايش تتوقع يكون حرف الاو؟ ما فيش غيره اصلا هو اصلا اوريو هيك بيطلع على سي طيب وانت ايش تتوقع؟ كبد احنا انجليزيه يعني الكلمه بالانجليزي مكتوبه كوارع مالك انت يعني انا بطبخها كوارع عمرك عمري طبختها انا لا بس ما عرفت تبدأ طيب بس احنا ما بنعملها طيب كوكو هل تخلص كل شيء بس هو بس هو ما مش صح كل شيء ايش ايش ولا خلص كولا كولا دورك ايش حرف الميم يا جماعه انا مخي ما مو ما عندي ما في مايكا ايش انت قلت مخي انا مخي صغير يعني ما عندي حرف الميم مانجا عصير مانجا عصير مانجا مانجا يلا طيب يلا فيكم شوفوا كل واحد يشوف كوكا كولا مارشميلو لا كوكا كولا ما في غير اوريو طبعا اسمعين اصلي حمزه طبعا ما مارشميلو ماما ما الجوله هذه كلها حلوه في الاوريو الجديد هيك اوريو جاي وهي حموز حموز هاي حموز سمعه مش سمعه 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 انا متعود عليك عقابات نين 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 وي اوريو لا دوريو وي مارشميلو حموز العسل يلا ايس كريم ليمون فريسرا ولا تفاح والله العظيم طعم يلا جولة الاخيره نشوف ايش هيطلع لكل واحد يلا مش راح اصطمعي اه هذا كله حلو اسمعي الاسم احظ هدول سكين كلهم يلا يلا اللي وراها هذا كل اللي حطتهم في الفيديو نزله لا اي اي واحد الله لا فا 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 حط الفا ما تستعجلوا بالتحريك حرف الثاء وحمزة يختار واحد يعني مش حطوه لا نعرف ايش يطلع له يا تيا يا رب يا رب صح طب خلص اختار اختار تا ولا اختار استنى مين تا؟ أنا نسيت إيش حرف التاء. لا ما تحكيش خذ. طيب اختار. هو اختار. يا ماما. شو اختار اللي بدك إياه. إيش هتختار؟ الحرف الأ لأنه عربي مثلي. حرف الأ؟ طيب يلا. باقي حرف التاء. إيش إيش اخترت؟ إيش تتوقع؟ استنى شايفه طبعا. إيش تتوقع؟ شفتها إنجليزية ما شفتها. طيب. فا 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 فاصوليا اي حاجه ثانيه غير فا انا سبانخ يا الله على اساس ان انا بطبخ اصلا يلا انت ايش هذا انجليزي حرف الاء انت حرف ايش ف... يمكن بخطط يمكن سوشي سوشي طيب وانت ارنبي ارض 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 كيف بتاكل ارض بياكلوا خلاص يلا شوف حمد ايش ايش عندكم فلفل فلفل فرجيهم انا مش مستوعب فلفل سوشي 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 اوه توقعتها 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 لا مش بالاحلام اندومي وانت اندومي ما بدك اندومي ولا بدي بدي خذ هذا فلفل لا يا سوشي يلا هلا عاد طبعا اخر وجبه بنروح نجيبها على فكره انا حساس شو بحط العين اللي باقي هذا انتم ما تدرون شو طلع لنا صوتي وانا لا استاذ بدي
رديتش تطعميني وانت ما رديتش تطعميني. سيت داون. احكيك شيء؟ نطلب منك انا اخذ لك سوشي. لا ما بدي اخذ لك قصب. متى بدنا نحب السوشي؟ بدنا نحب السوشي. من وين عملتيه؟ عندي هاي الفلفله تبعت يحيى. تفضل تفضل. كمان هذا ايزي، هذا مش مستواي. والسوشي تبع سمعه ديش توريهم. والاندومي تبع حمود. عادي اصلا ماما هذا ايزي. ماما هذا ايزي. استنى اجيب لك صوص. اجيب لك صوص. ما جيبي لي سكينه معك. صوص الصويا. ما بدي اكلها خمسه كده مره واحده. طب لا جيبي لي سكينه. جماعة حط الأندومي حار. ما بدي. خلينا حل. مش معقول. ما تخف. مش معقول. جماعة هي أندومي. يا. ولا هلا. العوية صوص. هاي شوي صوص يلا. ما هلا أكلت. طبعا اليوم من أكثر حظ. اسمع. اسماعيل اليوم اكثر حظ هو بالنسبه له. عشان ايش؟ عشان البحر مو الحار. ايه كل كامل يلا. والله كده لا كل كده اول لقمه يلا. لا لا والله بحر كثير. كمل كل لقمه يلا. يلا خلينا ناكل ورجيهم. ورجيهم يعتبر هذا عقاب. ايوه يعتبر هذا عقاب حار. حمزة ما بحب الأندومي أصلاً، فهو إيه أول بني آدم ما يحب الأندومي بالكرة الأرضية. لا حمزة. يعني دش. أيوة. دده. وبس كده بيكون إيش؟ خلص أبيدي العلوم. لايك وسبسكرايب. وإذا عجبكم وبدكم يعني نعمل جزء ثاني اكتبوا لنا بالتعليقات في المنتدى. بس الأشياء تاني مش كله. بس مش كله. والله بحرق. وبس يلا مع السلامة. بنشوفكم بالفيديو الجاي.